اذا هي جوله لآنطوني بلينكن في المنطقه كان اخرها ما حدث في قطر وتصريحاته في قطر هل من جديد تم ملاحظته في هذه الجوله تحديدا مرحبا آية آه هذه الجولة الرابعة لبلينكن في المنطقة منذ آه هجمات السابع من أكتوبر الماضي التي شنتها حماس على إسرائيل وبدأ هذا العدوان الإسرائيلي على غزة وستكون الخامسه لاسرائيل عندما يتوقف به قطار هذه الزياره في اسرائيل سريعا الجوله بدات من تركيا ثم اليونان ثم الاردن وهي الان تتوقف في قطر الملفا الملفان الرئيسيان في هذه الجوله هو ملف العدوان الاسرائيلي على غزه والصراع بين اسرائيل وحركه حماس والملف الاخر وهو ملف هجمات الحوثيين في البحر الاحمر وإن سألتني عن أهمية أي من الملفين الولايات المتحدة فالملفان مهمان جدا للولايات المتحدة ربما لا تزيد أهمية أحدهما على الآخر لأن الملفان في الأساس مرتبطين بشكل أو بآخر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم في الدوحة التقى بأمير قطر ورئيس الوزراء القطري وعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس الوزراء القطري وتلقى فيه عددا من اسئله الصحفيين معظم المحاور او الامور التي تناولها في المؤتمر الصحفي تختص بهذين الملفين في مساله العدوان الاسرائيلي على غزه كان هناك تاكيد على ضروره حماية المدنيين الفلسطينيين أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية بالإضافة إلى زيادة دخول المساعدات وزيادة مدى المساعدات والمقصود هنا بمدى المساعدات عندما قال بلينكين أننا لا نريد أن تتوقف المساعدات فقط عند رفح أو في جنوب غزة يجب أن تصل أيضا إلى المدنيين الفلسطينيين في شمال غزة والذين يصعب عليهم كثيرا في ظل هذه العمليات القتالية أن يكون لهم وصول جيد للمساعدات ويجب زيادة وتيرة هذه المساعدات ليس فقط عبر معبر رفح ولكن أيضا عن طريق معبر كرم أبو سالم وهذا الأمر الذي قال إنه سيأخذه معه إلى إسرائيل عندما يصل إلى تل أبيب ويتحدث إلى المسؤولين الإسرائيليين قضية أخرى أيضا أثارها في هذا الملف عندما كان في دوحة قضية الرهائن وأن المساعي مستمرة أو عفوا المحتجزين لدى حركة حماس وأنه يبذل أو الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لإعادة التهدئة مرة أخرى ولو كانت تهدئة مؤقتة بمساعدة قطر ومصر بالتأكيد في محاولة لإطلاق سراح المزيد من الرهائن والذين تقدرهم الولايات المتحدة تقريبا بمئة رهينة حتى الآن منهم سبعه امريكيين على الاقل بحسب التقديرات الامريكيه وايضا بلينكن حرص خلال هذه الجلسه او هذا المؤتمر الصحفي على التعريج على قضيه البحر الاحمر وما يحدث هناك من هجمات للحوثيين على السفن التجاريه وتعطيل حركه الملاحه واكد ان هذا ايضا ملف مهم لا يقل اهميه عن الصراع بين اسرائيل وحركه حماس واعتقد ان هذا الملف سيكون معه خلال المحطات المقبله والتي ستكون في اغلبها محطات خليجيه في محاوله منه لاقناع دول الخليج باهميه مبادره حامي الازدهار او حارس الازدهار التي اطلقتها الولايات المتحده لمواجهه هجمات الحوثيين والتي لا تحظى حتى الان بالدعم الكافي خاصه من دول المنطقه وتطمح الولايات المتحده في الحصول على المزيد من الدعم وستكون جوله اقناع او محاوله اقناع لوزير الخارجية أنتوني بلينكين في هذا الصدد طيب رامي حديث أنتوني بلينكين عن رفض تهجير الفلسطينيين ويمكن قال تحديدا يجب أن يتمكنوا من العودة لديارهم هذه تصريحات إلى أي مدى تتسق مع الرؤية أو رؤية الإدارة الأمريكية؟ تتفق تماما مع رؤيه الاداره الامريكيه يعني منذ لن اقول منذ اليوم الاول لانه ربما كانت الاداره الامريكيه في الايام الاولى من الصراع ترى ان انتقال الفلسطينيين الى مكان اخر امر بسيط ومن الممكن ان يكون ذلك هو الحل ولكن بعد استماعها الى الرؤى العربيه وخاصه الرؤى المصريه في هذا الصدد وان تهجير الفلسطينيين امر خاطئ وانه يضر ليس فقط بالقضيه ولكن يضر يضر بامن المنطقه ككل وان الفلسطينيين يجب ان يبقوا في ارضهم، اعتقد ان الرؤيه الامريكيه تغيرت تماما في هذا الصدد واصبح المسؤولون الامريكيون يرفضون تماما مساله التهجير القسري للفلسطينيين واعتقد ان هذا كان واضحا جدا منذ عدة أيام ربما نهايات الأسبوع الماضي عندما رفضت الخارجية الأمريكية تصريحات لوزيرين إسرائيليين وزير المالية ووزير الأمن الداخلي عندما قالوا أن على الفلسطينيين أن يخرجوا خارج غزة حتى يفسحوا المجال الإسرائيليين وقالوا أن هذه التصريحات عدائية وتحريضية وعنصرية ويجب ان تتوقف واعتقد ان بنيامين نتنياهو حتى اعتذر الاداره الامريكيه عن هذه التصريحات وقال إنها لا تمثل السياسات الإسرائيلية فنعم الإدارة الأمريكية ترفض تماما تهجير الفلسطينيين وبالأمس حتى قبل مغادرته لليونان أنتوني بلينكين قال إن غزة يجب أن تحكم بالفلسطينيين ويجب أن يكون في غزة حكم فلسطيني وأن غزة أرض فلسطينية ويجب أن يبقى الفلسطينيون فيها أعتقد هذا يتوافق تماما مع الرؤية الأمريكية وهذا جزء آخر من الزيارة في الحقيقة هو جزء الخاص بحكم غزة ما بعد الحرب والخطة الأمريكية لحكم غزة ما بعد الحرب والرغبة الأمريكية في أن يكون حكم غزة للفلسطينيين وألا تحتل إسرائيل قطاع غزة بعد هذه رامي وهل الحرب يبدو في الأفق أن هذه هي نقطة هذا كما الخلاف وصفه بايدن من قبل خطأ كبير وهل يبدو في الأفق أن هذه هي نقطة الخلاف بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو نعم نعم هذه ليست فقط نقطة الخلاف هذه إحدى نقاط الخلاف يعني دعينا لو تتبعنا مسار هذه الأزمة من البداية سنجد أنه في كل مرحلة تكون هناك أزمة جديدة أو خلاف في الرؤى ما بين الولايات المتحدة وما بين إسرائيل رغم اتفاقهم في الفكره العامه بانه يجب تدمير قوه حماس ويجب منع تكرار ما حدث في السابع من اكتوبر من هجمات شنتها حماس على اسرائيل الا ان الشيطان يكمن في التفاصيل دائما ودائما ما هناك خلافات في التفاصيل تفاصيل هذه العمليه العسكريه تفاصيل ممارسه اسرائيل لهذه العمليه العسكريه دائما هناك تحفظات امريكيه وخلافات امريكيه اسرائيليه في هذا الصدد وعندما نصل الى مرحله ما بعد الحرب نعم. سيتفجر خلاف جديد بدات بوادره تظهر الان صحيح. نتنياهو في كل مره يخرج ليقول انه يجب على اسرائيل ان تحتل قطاع غزه بينما الولايات المتحده دائما ما تقول انها ارض فلسطينيه ويجب ان تحكم من خلال الشعب الفلسطيني رامي جبر مراسلنا من واشنطن شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل